حضرتك دلوقتي احنا التراب، هو التراب دوت اللي هو مطرح مدرسه الرجلين في الورش، واخد بال حضرتك؟ فده بيتكنس وبنيجي يتحرق ونمشي حاجه اسمها تعويم. طبعا بناخد منه الذهب، بيبقى ايه، ذهب على فضه على نحاس على الكلام ده كله. هنا دي شغلتنا تحليل معادن ثمينه، يعني كلمه شيشناجي دي تحليل معادن ثمينه. احنا بناخد مثلا كعينه من السبيكه ذات نفسها الذهب، اللي هي مثلا ككسر بيتلم بيتسبك بيتسيح وتعمل سبيكه، بناخد منه عينه مثلا نص جرام، بتخش على مرحله ميزان. هنا هي نسبه ايه، حسابات بنوزنها، بناخد منها مثلا الميزان المعين وبتقيد، وبنضيف عليه فضه تاني عشان اخده واسيحه على بعضه وادخله معمل تحليل زي كده، واخد بال حضرتك؟ بتحل جميع الشقفات اللي في الذهب كله، بتطلعه وبيفضل الذهب اللي هو الاساس اللي هو ال 24 ده، الزرار ده اللي بايه؟ هوري لحضرتك الزرار برضه، باخده واوديه احطه على الميزان تاني، مساله تدريبيه، بيطلع لي بقى ك21 ك18 ك24 كعيار 9. دي شغله الشيشنجي. بالنسبه للتراب برضك، ده حضرتك مثلا ده تراب، واخد بال حضرتك؟ باخده بسيحه، بضيف عليه مثلا حاجات برضك كده، حاجه سلقون وحاجه اسمها دينكار وكربونات، ان هي بتسعف في السيحان بتاع التراب. بسيحه وباخده اطير منه الزفاره كلها، بيصغر لي مثلا بتاع ايه، زي مثلا قطرايه كده. دي بيبقى ايه، ده السلقون اللي احنا بنضيفه عليه، اللي هو خامة الرصاص، واخد بال حضرتك؟ وده الدينكار. الدينكار ده بيسعف على السيحان بتاع الايه، بتاع التراب ذات نفسه. بعد ما بسيحه في قلب بطء كده، بطلعه زي قطرايه. دي بتبقى فضه على ذهب على نحاس على المونيا على كل جميع المعادن. باخده على النار هنا برضك، اوري حضرتك دي حاجة اسمها جفنة. احنا في مهنتنا احنا بنسميها جفنة. الجفنة دي من العظم. يعني العظم اللي هو المغزى بتاع البهايم والكلام ده كله. فاحنا بناخد العظم دوت، بيتحرق وبيتحن زي بودرة، وبنعمله بالطريقة ديت على اساس ان دوت بيشرب الزفارة، بيمص الزفارة. هو يعني قصة العظم ان هو اللي بيمص الزفارة، من بيفضل الذهب والفضة ايه اللي موجودين. باخد انا الفضة والذهب، واخد بال حضرتك، ادقها وبنعملها زي شريحة كده، واحلها بحاجة اسمها يعني بكيمياء، اللي هو الكذاب. الكذاب ده بيتحل، الكذاب ده شغلته ياكل الفضة يقلبه مية ويخلي الذهب زي ما هو. انا بقالي 36 سنه في المهنه دي. اللي علمني راجل، يعني راجل محترم، راجل معلم برضك هنا معانا في الساغه، ده اللي علمني. وسيبك من التعليم، انا حبيتها. يعني اهم حاجه ان انت تحب المهنه، مش عشان مثلا كفلوس او لا، بتحبها. فانا عشان حبيت المهنه دي فتعلمت منها كتير. انا ما اتعلمتش، انا ما بقراش ولا اكتب، بس يعني معلش ممكن انا يجي مثلا كيميائي يقعد معايا، اللي هو دماغه اكبر من دماغي ليه؟ ما معلش، بس في حرفتنا احنا الحمد لله احنا يعني نعادل اللي هم كيميائيين. هي كان زمان اللي احنا شغالين بيه اللي هو البلدي دوت، اللي هو حاليا البلدي دوت، دي من زمان واحنا طلعنا وتعلمناها كده. في الحديث بتاع بقى، في جهاز كده بيجي من بره، واخد بال حضرتك؟ ما فيش ولا نار ولا كيمياء ولا 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 الكلام ده كله، بس برضك ده الاساس. لكن البلدي هو الاساس. التراب ما لسه ما عملوش حاجه ليه ان هو يعرف عياره ايه على الكمبيوتر ولا حاجه، هو شروطه البلدي بتاعنا احنا يعني.